بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد خلق المرسلين. تحية لجميع الحضور الكريم. نجمع إن شاء الله بإذن الله أسئلة الدروس اللغة الإسبانية. شكرا لجميع الإخوان الذين يشاركون في صفحة الفيسبوك. أمر رائع ورائع جدا. الآن الصوت واضح. الآن الصوت على الصوت الآن. نعم، أوكي. نتمم الدروس إن شاء الله. سوف أدخل في الدرس مباشرة. درس اليوم سوف نبدأه ب ال فيمينينا. ال فيمينينا، ال فيمينينا ماذا تعني؟ فيمينينا ماذا تعني؟ ماذا تعني فيمينينا؟ حاول كتابتها وكتابتي مرادف ثمين. ما معناه؟ نعم نعم المؤنث، المؤنث، نعم المؤنث. سوف نحاول. لا ليس فيه، ليس فيه، لكن المؤنث، لكن المؤنث بصفة عامة. فيمينينو، فيمينينو كون اي، فيمينينو، فيمينينو كون اي. اوكي، نبدأ ان شاء الله في الشرح. لقد ذكرنا ماسكولينو في درس ماضي، والان نكمل. ما معنى باموس؟ مصدر الدين. ما معنى باموس؟ هيا هيا. كم؟ لا ليس كم هير، لا لا ليس كم هير. Let's go. هيا بنا. Go ahead. Come on. لا في صوت يا أستاذ. Vamos a la fiesta. Okay, vamos. باموس، أي فعل هذا؟ قد شاهدناه. أي فعل؟ ما معناه؟ برافو نصر الدين. سالبربو هير. go to go to go here in español. in español here here here. okay. To go, to go. Allez, en français. En français, si, si, Malika. Allez, allez. D'accord. Pues, nous vamos. Para empezar. Non, 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 empezar. 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 Haoulou kitabata. Ocharh. Habibtoum. Empezar. Empezar. Empezamos. Empezamos. ما معناها؟ empezar. ما معنى هذا الفعل؟ ما معنى هذا الفعل؟ أينكم؟ هل هناك صوت؟ هل هناك صوت؟ empezar ما معناه؟ commencer. تبدأ. نعم نعم تبدأ. commencer. start. to start. yeah to start. bravo. empezamos. empezamos el curso. empezamos el curso. el curso. el curso. نقول el curso ونقول أيضا كلمة أخرى من يعرفها. commencer le cours. نعم le cours. نعم الدرس. empezamos. نبدأ الدرس. نبدأ الدرس. empezar هو الفعل.
نقول الكورس، ونقول أيضا ماذا نقول؟ الكورس ونقول نعم جوزيف كتب أول الكلمة صحيح، لكن لا غير صحيحة، كتابتها غير صحيحة، لكن الجواب صحيح. نصر الدين، الكتابة غير صحيحة ولكن الجواب صحيح. لا ليكسيون برافو، لا ليكسيون ولا ليكسيون حالة من الحالات التي سوف نشاهد اليوم. فيمينينو لا 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 ذاكر. ما هي لا؟ ماذا تسمى في اللغة؟ في اللغة ماذا تسمى لا بالإسبانية؟ بالإسبانية ما اسمه لا؟ أوكي، أرتيكولو ماذا؟ أرتيكولو ماذا؟ اتميمو أرتيكولو ماذا؟ أرتيكولو ماذا؟ ديفينيدو أرتيكولو ديفينيدو معرف، معرف. المعرفة نعم. أرتيكولو ديفينيدو معرف. الكورسو درس، ليكسيون درس، لديها معنيان، كور درس، ليسن. أوكي نبدأ إن شاء الله بحول الله. حاضرنا درس غدنا، وعلى الصورة ماذا تشاهدون؟ ماذا تشاهدون على الصورة؟ إيش؟ ما هو مكتوب؟ وإيه مكتوب؟ قولها. وماذا نقول الآن؟ ماذا نقول الآن؟ ماذا نقول الآن؟ كل واحد حسب وقته، الواحد حسب وقته. When has not chairs. When has not chairs. Okay, نوران. Buenas noches. Buenas noches. نعم. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches. ليس هناك من عنده الصباح. الآن من ليس هناك شخص يقطن في جابان أو Buenos días. صباح الخير. أمريكا. Buenas noches. حاولوا كتابة الدول، حاولوا كتابة الدول للمعرفة لا غير. الدول الذين توجدون بها الآن للمعرفة لا غير. مصر طبيعة الحال، ألجيريا يجي طبيعة الحال ألجيريا نعم، مغرب تونس أربع دول لا غير. أين السعودية؟ أين عمان؟ أين البحرين؟ أين قطر؟ أين السودان؟ أين مدغشقر؟ أين باكستان؟ أين الإيفنت؟ أوكي لبنان أيضا. أوكي نكمل الدرس إن شاء الله. مراكز غير موجودة أيضا. نعم غير موجودة يا رضوان، غير موجودة مروان. أوكي نبدأ إن شاء الله درس. بس أوكي نبدأ درس اليوم بإذن الله تعالى. أوكي كبداية، sustantivos femeninos. Sustantivos femeninos.
أوكي، سوف تقول لي ما معنى سوستانتيفو؟ قد أشرنا له، ولكن نعطي تعريف بالنسبة للإخوان جوج. ال سوستانتيفو اس لا بالابرا كي اوساموس بارا نومبرار. لا عليكم، سوف تفهمون كمجموعة من الكلمات، ولكن سوف تفهمون. ال سوستانتيفو ناون، لو نو ناون. اس لا بالابرا كي اوساموس بارا نومبرار الوس اوبجيتوس. ما معنى يعني ان ناون هو الكلمة بالابرا. حاولوا التركيز، بالابرا منعتكم من الكتابة للتركيز. السوستانتيفو اس لا هي الكلمة كي اوساموس وصار تعني نستخدمها او نوظفها. لماذا؟ طرف لأجل نومبرار ألوس أوبخيتوس. أوبخيتوس أشياء، ثينك شوز. عندنا شيء ثلاجة، أوبخيتو ثلاجة سون أوبخيتو. يعني الناون هو الذي يظن أننا نعطيها اسم نومبرار، هي من نومبري، آتية من نومبري. النومبري من نومبري اس سعيد. سعيد هو اسمي، يعني ناون سوستانتيفو بيردون. سوستانتيفو اس لا بالابرا كي اوساموس بار نومبرار الوس اوبجيتوس الاشياء. الاس بيرسوناس، لاس بيرسوناس رضوان، زهرة، عبد الحي، فاطمة، نوران، عمر، إسراء، أحمد. son nombres personas nombres de las personas una persona las personas o los países الدول المغرب، الجزائر، مصر، ليبيا، قطر، لبنان إلى آخره، إتسيتر إلى آخره. إيغوال كي لوس أرتيكولوس تيينين جينيرو فيمينينو أو ماسكولينو. ما معنى؟ أنه قالوا لنا بأنها ك لوس أرتيكولوس، مثلا كما قلنا ارتيكولو ديفينيدو لا كاسا البيت وعرف. اذن هنا فيمينينو لاننا قلنا لا كاسا البيت مؤنث لا كاسا. اذن خينيرو ديالها بتاعها هو فيمينينو. ال ليبرو لو ليفر بوك الكتاب ماسكولينو مفرد او نكمل اي نوميرو. نوميرو يعني هل هو شيء واحد ام مجموعه من الاشياء، سينجولار مفرد ام جمع، مفرد ام جمع. ماسكولينو وقد قلت مفرد ولكن مذكر، سينجولار او بلورال جمع. استاس كاركتيريستيكاس ديبن كوانسيدير سيمبري كون لاس ديل ارتيكولو، دائما وابدا ان
هل هناك ثور؟ هل هناك ثور؟ قلت مثلا هل هناك صوت وكتب ليس هناك صوت، إذا هل هناك صوت أم لا؟ إذا قلت هل هناك صوت وكتب ليس هناك صوت، إذا هناك صوت. نعم لا أوكي هذه البداية، من لم يفهم هذه البداية بصفة عامة، سيهاي سونيدو، الصوت سونيدو، أبوس سونيدو، الصوت ساوند، لا سونيدو والأو سونيدو، نو أي سونيدو، سي أي سونيدو، نو أي سونيدو، ليس هناك صوت، سي أي سونيدو، هناك صوت. مثلا نصر الدين متقدم، يمكننا له أن يقول لنا شيء آخر. الدول مرام، إن منير، نقول سي أي سونيدو أو نقول شيء آخر مثلا، أو نقول شيء آخر. السؤال موجه للجميع. وفي الدروس بصفة عامة بعد قريب شيئا ما، بصفة عامة الدروس يعني غير مقرر، مثلا نقول الفيمينينو، نتكلم عن الفيمينو لا غير، لا نتكلم بصفة عامة، نتكلم نعطي كلمات، نعطي جمل، لأن هناك أشخاص متقدمين يعني يجب التكلم معهم من حين إلى آخر. Sí, podemos usar el verbo oír. Te oigo. Lo que tú quieres decir, tienes que decir te oigo. Te oigo. Porque es un verbo irregular. أتكلم مع نصر الدين لا غير. أتكلم مع نصر الدين. نعم، أرجع الآن. أرجع الآن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من لم يفهم هذه المقدمة، من لم يفهمها، تكلمنا لا غير عن سوستانتيو الذي هو ناون لا غير. كلكم تعرفون ناون. ناون لا تعرف ناون. أغنو ونغاف، أعلم باللغة العربية. أي لغة عربية تريدين أن أتكلم بها؟ أجيد بعض اللهجات. صوت غير واضح. نعم. أوكي. سوستانتيفوس لا بالابرا. لا واضح. نعم. سوستانتيفو بصفة عامة هو نون لا غير. لا غير. لا غير. مرحبا سيدي. مرحبا. أوكي. Sustantivos femeninos. Sustantivos femeninos. En general son femeninos. Y aún femenino. ماذا فهمتم من الجملة؟ En general. son femeninos los sustantivos terminados en a. ماذا فهمتم من هاتين الجملتين؟ terminizan. نعم نعم أخرى، أسماء التي تنتهي، التي تنتهي ب أ تي أون. أنا أسأل وأنتم تسألونني. عامة مؤنث ينتهي عامة المؤنث ينتهي ب نعم بلاس بلابراس
أريد words that end by R. الأسماء المؤنثة تنتهي بحرف A. وندروس غريموسا هذا كتبت أسرعت في الكتابة كتبت دون قصد. اوكي سوستانتيفوس فيمينينوس ان جنرال Sustantivos femeninos en general son femeninos. Sustantivos terminados en A. واضح واضح جدا. يعني nouns يعني النouns الذين بصفة عامة nouns الذين ينتهون بأ أي كلمة تنتهي بأ بصفة عامة نقول لها بأنها مؤنث. هذه قاعدة بصفة عامة. ليس خاص هذا هو ما قالوا لنا لكم سوف أكمل أعطونا قد أعطونا أمثلة إخامبلوس أمثلة إخامبلوس لانينيا سوف أحاول رفع الصوت ليتمكن الجميع من سماعي لانينيا الطفلة الصغيرة سوف أمرر يعني رسالة أخرى حاولوا إعانة بعضكم البعض مثلا إذا كان أي مشكل في الحصة فحاولوا أمرر الرابط إن شاء الله للجميع ليستفيد الجميع أن كان هناك مشكل إذن يجب عليكم أن يجب علينا إن شاء الله التعاون بيننا إذن إخامبلوس أمثلة لانينيا الطفلة الصغيرة لانينيا الطفلة الصغيرة لاباكا البقرة La mesa. Table. La ventana. ¿Qué manera la ventana? ¿Qué manera la ventana? Window. F y de chipet, fenêtre. Fenêtre. نافذة نعم لا كاميسا بمعنى لا كاميسا نعم نصر الدين نعم أنا كمغربي ميز قميص شوميز نعم بالجزائرية مجة بالجزائرية فرح جزائري نعم يوسف جزائري مجة يقال بالجزائرية قميص بصفة عامة وي نعم إذن سستانتيفوس فيمينينوس قمجة واه ويقال واه أيضا هل قمجة أم قمجة واه يقال قمجة أو يقال قمجة واه نعم أعرف يا يوسف أعرف أمزح لا غير أعرف اللهجة الجزائرية اللهجة التونسية اللهجة المصرية وبعض الشيء من المغربية لا أعرفها نعم سوستانتيفوس فيمينينوس إن جنرال سون فيمينوس los sustantivos terminados en A. جيد. Then ejemplos أمثلة. La niña, la صغيرة, la vaca, البقرة, la mesa, table.
La ventana, النافذة، la camisa، القميص. نعم، هل فهمتم؟ بداية الدرس، هل فهمتم بداية الدرس؟ تكلموا على المؤنث، تكلموا على المؤنث، وقلنا بصفة عامة المؤنث يكون آخره أو كلمة آخر الكلمة تنتهي بأ، بصفة عامة هناك بصفة عامة نتكلم. إذا وأعطينا أمثلة، لا نينيا هي الطفلة الصغيرة، لا باكا هي البقرة، لا ميسا هي جايب لا طابل، ولا ميسا ولا بنتانا طاولة أو طابل عادية أو عادية، يعني الطاولة وتعني الطابل عادية. سين دكورس، دكورس سي فرح. لا بنتانا النافذة، لا كاميسا القميص. نكمل نكمل إن شاء الله. أوكي، لا أريد قراءة ما يكتب، يعني دائما يعني لا أريد قراءة مجموعة من يعني أحاول أنني، ولكن يجب عليكم أن تستفيدوا من الإخوان الذين يكتبون كلمات. سليم مثلا كتب مجموعة من الكلمات، وعليكم أن تدونوها. Los sustantivos. La cama. ما معنى la cama؟ ما معنى la cama؟ يا سليم، كاميرا، كاميرا ليس كاميرا، كاميرا، كاميرا فرنسي. لي، نعم، نعم، والسرير، السرير، نعم. نكمل. Los sustantivos que terminan en dad, dad y ed. ما هذا يعني هذا السطر؟ ما معنى هذا السطر؟ Los sustantivos que terminan en dad, dad y ed. Los sustantivos que terminan en dad, dad y ed. ما معناه؟ Maintenant que se termine en يا عبد الحي، برافو. الأسماء اللي تنتهي ب dad, dad, ed. مريم، أسماء تنتهي بداد، حرام، أياد، أهلا وسهلا. كلمات المد تنتهي بآد، رود، داجين، باي، إن إلى آخره. برافو عليكم. إذا أعطونا أمثلة إخمبلوس، حاولوا كتابة إخمبلوس، حاولوا كتابة إمبلوس، إخمبلوس، إخمبلوس، برافو. الدين يا ريهام مع السرعة، مريم، جوزيف، هارون، برافو مريم. إخامبلوس، 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 أمثلة، أمثلة. الآن سوف نقف وقفة لنتكلم مع من لم يفهم بداية الدرس. هل هناك شخص في الغرفة لم يفهم بداية الدرس؟ De acuerdo. Una crisis. Entiendo. Ok, no comil. La libertad. La libertad. La libertad. No, no, no. What does it mean? ¿Qué significa la libertad? هناك مجموعة من الأشخاص المتقدمين، هناك أشخاص متقدمون في الغرفة. لا، سوف لن نقول لهم لا 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 تعطونا جواب، لا، يجب عليكم أن تتنافسوا معهم، وهذا هو الغرض من الدرس. هذا أعطي أمثلة، تتنافسوا معهم. يقول لك متقدم وأنت يجب عليك أن تقول له أنت متقدم. لا، ليس مستحيل، ليس مستحيل يا عبد الحي، ليس مستحيل.
نتكلم على تجربة شخصية، أتكلم مع تجربة شخصية. كنت أشاهد التلفاز ولا أفهم ولو كلمة، لا أفهم ولو كلمة، وذهبت لأشاهد برنامج فيه مذيعة، أسرع مذيعة بين أسرع المذيعات في إسبانيا، وتحديتها لكي أعرف معاني، ووصلت إلى ما وصلني إليه الله سبحانه وتعالى. لا تقول مستحيل، ليس هناك مستحيل، ليس مستحيل. Hay que hacer esfuerzo para estar al mismo nivel. Bravo. Una frase excelente. Excelente frase. وعليكم أن تتنافسوا. نعم، يجب عليكم أن تستهينوا بمستواكم بنفس ريهام. نفس، يجب عليكم أن تستهينوا بهذا المستوى. لا يجب عليكم أن تستهينوا بهذا المستوى، لأنكم تعرفون أولا، لأنكم تعرفون بونوس دياس، لأنكم تعرفون إيطال، لأنكم من هنا يقطن في إسبانيا؟ أريد أن أتكلم معه من يقطن في إسبانيا؟ لا أحد. من يقطن في إسبانيا؟ لا أحد. من هنا منكم؟ أي نعم، هناك أشخاص يقطنون في إسبانيا مدة طويلة، مدة طويلة وطويلة جدا، شادوا يقطنون في إسبانيا. إسبانيا العظمى. أوكي، هناك أشخاص يقطنون في إسبانيا لمدة طويلة وطويلة جدا، أنا زي، ولا يعرفون كتابة مثلا ما تكتبوه الآن، لا يعرفون كتاب ما تكتبوه الآن. لا يجب عليكم أن تستهينوا بمستواكم، لا يجب عليكم أن تستهينوا بالمستوى الذين وصلتم إليه. أنتم في الطريق الصحيح، أنتم في الطريق الصحيح. من يكتب هذه الكلمة الجملة بإسبانيا؟ تكلموا عن المتقدمين. الحمد لله، أنتم في الطريق الصحيح، أنتم في الطريق الصحيح، أو نحن أو إلى آخره. وفور ديمي Estamos en el buen camino. Estamos en el buen camino. نحن في ال 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 يعني في الطريق الصح. Camino correcto. Buen camino. نعم، أرجع إلى المستوى الأول. دائما دردشة والرجوع. Los sustantivos que terminan en dad, tad y ed. La libertad. قلنا la libertad هي، قلنا la libertad هي الحرية، الحرية. ايضا ايضا ايه فرنسية، برافو. la liberté الحرية، freedom. la verdad la verdad la verdad la verdad la vérité الحقيقة. la verdad si es verdad si es verdad la liberté si es verdad. نعم، هذا روث، روث. la mitad la mitad la mitad يا نصف، la mitad. لكن أستاذ تنتهي بداد، أستاذ تنتهي بداد. نعم، برافو أستاذ. الريع، الرية، الحرية. درانجوكا قلت الرية، الرئة. درانجوكا قلت الرئة، لا ليس الرئة، لكن الحرية. نعم، لا ميتاد هي النصف، لا ميتاد، لا ميتاد النصف. الميديو بودي سير سي ميديو دي alguna cosa alguna un objeto a moitié si يتشد. La pared. La pared. La pared. La pared. جدار حائط. لا 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 ليس الجنة، لا. حائط. Wall. Wall. Yeah.
حائط. نحن نستفيد باللغة الفرنسية، ونستفيد في اللغة الإنجليزية، ونستفيد في اللغة العربية، ونستفيد في اللغة الإسبانية، 4 لغات في نفس الوقت. وعليكم أن تكونوا يعني أذكياء في التعامل مع الدرس. وعليكم أن تكونوا أذكياء في التعامل مع الدرس، 4 لغات في نفس الحصة، ولكن نركز على الإسبانية بطبيعة الحال. جنة، ما هي الجنة باللغة الإسبانية؟ الجنة، الجنة باللغة الإسبانية، جنة باللغة الإسبانية، جنة، الجنة، ال عرايسو، أيه، برافو، بغادي، عرايسو، ال عرايسو، ال عرايسو، ال عرايسو، برافو. Okay, sustantivos femeninos. En general son femeninos los sustantivos terminados en A. Ejemplos, la niña, la vaca, la mesa, la ventana, la camisa. Los sustantivos que terminan en dad, dad y ed. La libertad, la verdad, la mitad, la mitad, la pared. Okay. نكمل. Los sustantivos terminados en. Bravo, Joseph. Bravo, Yusuf. Bravo, Yusuf. Bravo, Yusuf. سؤال جيد وجيد وجيد جدا. يوسف، في لحظة يعني concentration ديالو يعني عالية وعالية وعالية جدا، قد أشار إلى نقطة مهمة. لم أشاهد عبد الحي، لم أشاهد، عفوا، طارق، طارق، قد قال لي الديك تنطق أم لا؟ السلام ورحمة الله وبركاته. قال لي هل تنطق أم لا؟ لا يجب عليكم يعني تغيير النيكنيم، يجب عليكم تغيير النيكنيم، لأنه من يغير نيكنيم ليس لديه شخصية. إذا لم تكن عندك شخصية فلا تساوي شيئا في هذه الدنيا. نكمل. إذن أي ديك لها نطقيان. النطق الأول عندما تكون في الكلمة أو في وسط الكلمة تنطق هذه، ليس هناك أي مشكل. نعطي مثال بسيط، نعطي مثال بسيط، مثلا مدريد، لا تنطق مدريد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تنطق مدريد، إذا نطقت مدريد إذن باللغة العربية نطقها هنا كالعربية، نطقها هنا كالعربية. اوكي، كومو، لا ديك، ولكن ديك، ولكن خفيفة، خفيفة بعض الشيء. يا شادا، ويا يا راك عارف كيف تقول لي كلمات راك. يعني ديك عندما تكون في آخر الكلمة، في آخر الكلمة تنطق خفيفة، لا تنطق د، تنطق خفيف بعض الشيء. مع مرور الوقت، مع النطق يعني اليومي، مع النطق اليومي، مع النطق اليومي، يعني سوف نتمكن من نطقها إن شاء الله. أوكي، فهمت ما قلت؟
مدريد. إذن لا نقول مدريد، لا نقول مدريد، 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 ننتقل، ننتقل دي، ولكن خفيف، لا نقول مدريد، 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 لك أشخاص من البارسا سوف يتقلقون. إذا هذا مثال مدريد لا غير. إذا نكمل، los sustantivos terminados en ción. ción son es o is. هذا هي تكرار نفس السؤال. أنتم الآن تعرفون كل شيء. Ejemplo, تمثيل. La ración. La ración, ما معنى؟ What does it mean? ¿Qué significa? Ración. الحصة. الحصة. La part. La part. الحصة. La part. Portion. Ok. Ok. يعني también. كذلك. La part. Part. من لم يفهم هذه الكلمة؟ إذا كان هناك شخص لا يفهم، يجب عليه كتابة ستة لكي يتمم معنى الطرف. فلن نعيد الدرس بعد هاتين. مريم لم تفهم. ماذا تفهم؟ مريم لم تفهم. ممكن. اوكي. ماذا هو المشكل؟ ما هو المشكل؟ عدقها. راسيون. 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 ريال مدريد. راسيون. Habla en voz alta, vale. Ahora bien, ¿me escuchas? ¿Me escuchas ahora ya? Bien, vale. Pues muy bien. La, de nada. La ración. La ración. حاولوا الكتابة باللغة الإسبانية. احمدوا الله واشكروه لأن معكم إخوان وأخوات يجيدون اللغة الإسبانية. إذن يجب عليكم التنافس الشريف. يجب عليكم أن تتنافسوا بينكم. قد أشير في التكست أن هناك أشخاص غير فاهمين. اكتبوا ما تريدون. ما هو السؤال؟ ما هو السؤال؟ لا راسيون باغ الحصة مثلا. مثلا مثلا أنا لا أعرف في دول أخرى. مثلا سوف أقول كمثال، سوف أقول ليس بالعكس. ليس بالعكس. مثلا إذا كان هناك مثلا أربع أشخاص يريدون أن يذهبوا رحلة مثلا إلى مدينة ما، يجتمعون ويقول مثال مثال لا غير، قد جاء مخيلتي الآن، يقول مثلا سوف نذهب مثلا إلى مدينة ما مثلا. إذن سوف يكون هناك مثلا كل واحد منهم سوف يعطي قدرا من المال. إذن إذا أعطيت 50 مثلا درهما، مثلا 50 درهما، 50 دولار كل واحد، إذن أي واحد راسيون سو راسيون 50 درهم. أو مثلا إذا كان هناك غداء، يريدون الغداء، يعني لكل شخص مثلا راسيون. كيف تنافس من اللغة الإسبانية؟ سؤال سهل وسهل جدا.
هل سمعت الإجابة أم لا؟ قد أجابك العصفور. هل فهمت أم لا؟ سهل وسهل جدا، سوف تذهب عنده بوكو بوكو في. سوف تذهب عنده إلى الخاص وتقول له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول لك: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ الحمد لله، أريد أن أتعلم اللغة الإسبانية، هل يمكنك مساعدتي؟ نعم، من طبيعة الحال. إذا تريد أن تتكلم معه بالإسبانية، تكلم معه بالإسبانية، اكتب جملة، يعني في البداية سوف تكتب كلمة صحيحة، اليوم الآخر كلمتان، الأسبوع الأول 4 كلمات، الأسبوع الثاني جملة، الآن سوف تستفيد منه طبيعة الحال، طبيعة الحال. برافو برافو، اسمه خامبلو. Mira, mira, chedo. Todo el mundo debe pagar su parte. Todo el mundo debe pagar su parte. ما معناها؟ سوف لن تفهمني يا سليم، لأنني أتكلم معك من شخص من يعني من تجربة شخصية، من تجربة شخصية، ولقد قلت لك بأنني يعني تحديت أسرع مذيعة من بين أسرع المذيعات في إسبانيا. يجب عليك، بدون تحدي لن تبلغ هدفك، بدون تحدي لن تبلغ هدفك في أي مجالات. كيف؟ تحمل عليه مسدس وتقول له: اعطيني الإسباني اللي عندك، يعني آخر اعطيني الإنجليزي اللي عندك، اعطيني اللي... تقتلوا وتاخذ الانجليزي وتاخذ كله. الجد والعمل من اجل الحال، يعني حب اللغة اولا، يجب عليك ان تحب اللغة اولا. Otro chico es cada uno. Tiene que pagar su parte de dinero. Esto se llama ración. Bravo. Bravo, Nasrtin. Bravo, Nasrtin. أي واحد من Gracias, gracias a ti por ayudarnos. نشكر الإخوان والأخوات اللي عندهم مستوى متوسط، لأنهم يقومون ب يعني بجهودات رائعة ورائعة جدا هنا في الغرفة وفي الفيسبوك بصفة عامة. أوكي، أكمل. نص سوف أقرأ، أكمل إن شاء الله. سوستانتيفوس فيمينينوس En general, son femeninos sus sensos, ejemplos: la niña, la vaca, la mesa, la ventana, la camisa. Los sustantivos que terminan en dad, dad y ed. Ejemplos: la libertad, la pared. Los sustantivos terminados en ion, son. Son, es, o. Ejemplos: a ración, la ración, la pasión, la pasión. Pasión. يعني وصعب بعض الشيء، هي مجموعة من المرادفات. باسيون، مثلا مثال بسيط وبسيط جدا،
مثال بسيط بسيط جدا. مثلا باسيون es enseñar español a la gente. وأشرحه. مثلا عندما أكون معكم في الدرس أكون فرح وفرح جدا. إذا ما باسيون هو أن أعطي الكلمات التي عندي في جعبتي لإخواني وأخواتي. إذا ما أفعله أنا فرح به. إذا es una pasión. Es una pasión. Es una pasión. أكثر من هذا الشرح أظن الواحد يفهم المزاج. أوكي. لا نصف ساعة ياسين قد بدأت الآن. لا باسيون لا لا راثون لا راثون الراثون الراثون أو لا راثون الراثون لا غيزون فرنسية لا غيزون فرنسية نعم لغة أخرى بالعربية لا غيزون. يمكن أن نقول السبب. أجل أن نقول تينيس راسون. سي تينيس راسون. سي تينيس راسون. أنت محق. أنت محق. تينيس راسون. أنت محق. يا غيزون. تينيس راسون. أنت محق. أنت على حق. أنت محق. لا. أون راديس. لا. أون راديس. لا. أون راديس. الكلمات واضحة. لا تستعينوا بجوجل. أوردي. ستة. ريد. هناك. هناك. جملة. يانيس. لقد كتبها نصر الدين. نعم. تينيس راسون قد كتب نصر الدين مشكور. نعم لا أورادي ما معناه؟ نعم الأمانة الأمانة الأمانة, الأمانة. لا كاتريس سيكاتريس معروفة علامة con algunas excepciones como el corazón como con algunas excepciones como el corazón. ماذا يريدون أن يقولوا في هذه الجملة؟ ماذا يريدون يقول في هذه استثناءات اني حالة على حالة خاصة كالقلب. نعم مع ان هنا استثناءات ومن بين تلك الاستثناءات القلب ال وراسون ال وراسون القلب القلب. avec des cas exceptionnels comme le cœur with exception exceptions for example the heart corazón. نعم اذا ما نقول لا كوراسون لا نقول لا كوراسون نقول ال كوراسون ال كوراسون لا نقول لا كوراسون. إذن los nombres de las الأمانة. نعم
Los nombres de las enfermedades terminadas en is. La otitis, perdón. La otitis. La otitis. No sé, ¿ok? التهاب الأذن. نعم. التهاب الأذن. التهابات. التهاب الأذن. التهاب الأذن. نقول موسي. نقول موسي. عندما تقول أن تتكلم على شخص آخر نقول يقال موسي. نعم. الأمور على ما يرام الآن. الأمور على ما يرام. نعم تفضل مثلا. اوكي يا عبد الله اسال. طبيعة الحال، طبيعة الحال. بركيلوز أظن، أظن نعم لو مرض. هذا اوكي. نشرح لهذا الحي سؤال ديكي. نعم اس نومبريس. عندي مشكلة. هل تسمعونني؟ هل تسمعونني؟ صوت واضح. نعم ماذا تريد الأخ عبد الحي؟ los nombres يعني أسماء de las enfermedades وأمراض، أسماء الأمراض التي تنتهي ب is. بين تلك الأمراض la otitis. بالي. ما معنى بالي؟ يا ما نعم 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 ما معنى بالي؟ ما معنى بالي؟ لارو معنى بالي. حسنا بالي يعني ايضا اوكي، يعني ايضا اوكي. اكواردو اوكي. لا ارتريتيس والتهاب مفاصل كما وقلت ومرام. اوكي muchos sustantivos terminados en e. La torre. La torre. Bueno, la torre. Motarsocum. Ahí está. La torre, o sea, Porsche, dam. El Porsche. La trit. La trit. Yo no sé pas. كادو أبخيت ولا أبخيت البرج. نعم برج. لا كلاسي لا كلاسي لا كلاسي لا كلاسي لا كلاسي. أول مرة يعني أعرفها كادو. لا كلاسي لا كلاسي هو هو كلاس. أكادي 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 أكادي. نعم puede ser puede ser barrio. Barrio es otra cosa. Barrio es otra cosa. Barrio غالبا يكون في يعني في مدن في القرى أو أيضا النطق. أكادي أكادي أكادي. Muchos sustantivos terminados en E. Ejemplos. La torre. La clase. La calle. No digo la calle. Digo la calle. Los jóvenes que aprenden el idioma español. La calle. La calle. Es igual que se me ha oído.
عليك القهوة. عجيب عجيب، ليس لك أي وليس لك جي. عجيب عجيب، لك عجيب. أوكي. Los nombres de las letras. Las letras. Letras. ¿Dónde están las letras? Las letras. Letras. Es el primer curso. Oro. Letra. Yo diría. Bueno, letras. Ejemplos. La. La B. La G. La N. La J. لا يمكننا أن نقول ال أ ال ب ال ث ال د ال أتش لاتش لخطأ لاوبي أو بدوبلي لايكي لايجريغا لفتا sustantivos femeninos terminados en O terminados en O يعني ينشأون بأو ولكن مؤنث. عام استثناءات، نشاهد الآن استثناءات. La foto ejemplos la foto la fotografía la foto la moto ينتهي بأو ولكن نقول la. إذن هناك استثناء. Ciertos nombres como ciertos nombres como ciertos nombres como لقد أعطيت شرحا خاطئا في الحصة الخامسة أو ما لا أعرف من أي حصة الثالثة أو الرابعة لهذا هذه الكلمة ciertos ciertos قلت بأن مؤكدة لكن تعني algunos certain نعم شلو لقد صححها لي صديقي بيتر مشكور جزاه الله ألف خير. كان مجموعة من إخواني يعملون في خفاء لهم الله ألف خير بيتر يعملون مجهودات ومجهود رائع. ciertos nombres como la radio la radio la mano la mano مفهومة جدا والمفهوم طبيعي. إذن انتهت الحصة الأولى، يعني الحصة الأولى انتهت. استريحوا إن شاء الله 5 دقائق ونتمم الدرس. استريحوا 5 دقائق ونتمم الدرس إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوكي نتمم إن شاء الله الدرس. شكرا جزيلا مصدي. اوكي نجمع ان شاء الله. كونتينوم. اوكي الان نتكلم ان شاء الله عن الجمع. نتكلم ان شاء الله عن الجمع. في البداية plural نعم plural plural pluriel plural جمع. أنا بيتر أنا مثلا أين أنت كيف حالك؟ قد ذكرتك بعد قليل قلت بأن أنك صححت لي يعني كلمة شرحتها خاطئة جزاك الله ألف خير. أوكي أهلا وسهلا بيتر العزيز.
El sustantivo es la palabra que usamos para nombrar a los objetos, a las personas, a los países, etcétera, igual que los artículos, tienen género femenino o masculino en número singular plural. Estas características deben coincidir siempre con las del artículo. El género plural. Sustantivos plurales y sustantivos singulares. Creo que ya era el plural. Para clasificar el sustantivo, tomamos en cuenta el de número uno o más de uno. Para clasificar sustantivo, tomamos en cuenta el de número uno o más de uno. No sé. No sé. No sé. الحقيقة قال لا أعرف. قال لا أعرف. قال لا أعرف. ما معنى كلاسيفيكار؟ كلاسيفيكار السستنتيفو تصنيف. نعم يوسف. نعم يوسف. نعم عبد الحي. فيغ كلاسمو. فيغ كلاسمو. اورر. Yeah, classification. El sustantivo tomamos en cuenta. Tomamos en cuenta. Tomamos en cuenta. What does this mean? ¿De manera? ¿Qué significa tomamos en cuenta? استفيدوا. الدرس المبتدئين. الدرس المبتدئين. درس المبتدئين الذين مثلكم. الذين عندهم إرادة. الذين يتابعون الدروس دائما ويتابعون على صفحة الفيسبوك ولديهم مجهود يعملون مجهودات رائعة. بإمكاني أن أعمل البلورال في 5 دقائق ولكن لا. Tomar en cuenta la ayuda de. Tiene que explicar más. Quiere explicar más. Alguien que no sabe español no va a entender nada con la ayuda de. Tomar en cuenta, me van a. ¿ماذا أعطاكم Google? ¿ماذا أعطاكم Google? ¿ماذا أعطاكم Google? Tomar en cuenta. ¿Ana cono falso? ¿Puedo escribir en franco? Francés, puedes escribir en francés, en holandés, en portugal, en cualquier idioma que sabes manejar. En árabe. ان نستعمل جوجل. لا انا من الاحسن ان تستعملوا جوجل، ولكن الان لا تعرفون الجواب، إذا بإمكانكم استعمال جوجل. ماذا أعطاك؟ Nos consideremos. ¿Sí? Tenons en compte. Tenons en compte. En français. باللغة الفرنسية. Tenons en compte. شاد أوتي. Tomamos en cuenta. ما معنى بالعربية؟ نعم عبد الحي. برافو. نعم. الأخذ بعين الاعتبار. برافو. برافو. الأخذ بعين الاعتبار. Para clasificar el sustantivo. والله العظيم دروس هائلة. Para clasificar el sustantivo tomamos en cuenta el de número. إذا دخل شخص غريب على الغرفة سوف يقول هذا ليس هو الأول 100%. سوف يقول ليس هذا مستوى الأول أكيد.
إذا لاحظ مثلا هذا الإعلان رقم محاضرة 6، إذا شاهد رقم محاضرة 6 سوف لن يصدق. أو الدرس لم أفهم منه شيء. الحمد لله والشكر لله. إذا برا هذا من فضل مجهودات الجميع، هذا من فضل مجهوداتنا جميعا، مجهوداتنا جميعا. برا كلاسيفيكا لو سوستانتيفو توماس انكوينتا ديال النوميرو اونو ماس، واحد أو أكثر أو أكثر. اونو او ماس دي اونو، اكثر من واحد. ما الذي مشكل؟ ما الذي مشكل؟ لم يفهم ما نقول. لا تخجلوا، لا تخجلوا. نعم شيرين، ما هو المشكل؟ سليم، ما هو المشكل؟ في تصنيف اسم ننظر في عدد من واحد او اكثر. هذا وقت دخول. نعم إذا تقولين أنا دخلت الآن، ليس هناك أي مشكل. واحد، نتكلم عن الجمع، نتكلم الآن عن جمع الكلمات، عن دلوس سوستنتيوس جمع، وقلنا طرأ من أجل من طبيعة الحال para classificar، para لتصنيف، para classificar لا أحب الترجمة الحرفية، para classificar el، classificar el sustantivo، para classificar el sustantivo، sustantivo هو النون ولا لا نون، tomamos en cuenta، نأخذ بعين الاعتبار، el dinero، ما يأتي سوف تفهمون ما المرجو من هذه الجملة، en cuenta el dinero، يعني هذا وحدة ولا مجموعة، uno o más de uno، uno واحدة o más، más de uno. إذا خينيرو، هناك خينيرو، هناك النوميرو، هنا يتكلمون على النوميرو لا غير. معكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا عبد الحي، لا لا لا، طمار الفعل هو طمار، الفعل هو طمار. اوكي، اس تأثير لا كلاسي، لم أفهم إغريك دوبل في إغريك دوبل، لم أفهم، هو هذا سؤال. إس تأثير لا كلاسي سينجولار إس أون إليمنت، ليس درسنا ولكن هو المستحب خذوا كلمات، خذوا كلمات. las palabras que terminan en vocal، las palabras que terminan en vocal، يجد الدرس. las palabras que terminan en vocal، ما معناها؟ what does it mean، que significa esta frase، ما معنى هذه الجملة؟ تنتهي بالحروف المتحركة. بالرسوم المتحركة. الكلمات التي تنتهي بالحروف المتحركة. Les mots qui se terminent، qui se terminent avec des voyelles، avec un voyelle.
What does it that that ends with vowel? Okay, las palabras demo words que terminan en vocal vowel 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 a a o اي كلمه تنتهي ب ا اي او يتكلمون بصفه عامه يتكلمون الاستثناءات دائما في اول الدرس يعني نناقش بصفه عامه سي ليس ديبي اغريغار اسي وعلينا ان نضيف اليها اسي كلمات نعم اغريغار نضيف نعم ديبي ديبي ما معنى ديبي اجوت سي اغريغار اجوت اضافه ديبي اون دوا افو وجب علينا وجب علينا Voir. Mas. Se le debe agregar ese. Ejemplos. Mentira. La casa. Las casas. Casa sentiría a. Vowel. Vocal. Las casas. ¿No dijo? اسي هل فهمتم هل فهمتم ما نقول هل فهمتم ما نقول هل هناك مشكل ليس هناك اي مشكل الحمد لله اذن لا ميسا لا كاسا نعرفها لا ميسا نعرفها الان لا نكرر معاني في معاني مثلا احاول اشرح بالفرنسيه بالنسبة للإخوان الذين يعرفون الفرنسية أحاول أن أشرح بالإنجليزية الإخوان الذين يعرفون الإنجليزية وبالعربية الإخوان الذين يعرفون العربية لكي يصل المعنى يعني هدفنا هو أن يفهم الجميع لا كاسا para transformar la palabra en singular plural hay que agregar ese sí sí eso sí La casa, las casas, la casa, las casas, el menzil, el menezil. La mesa, las mesas. طاولة أو تيبل عادية. El tigre, perdón. El tigre. أحمد ما هو؟ ما هي المشكلة؟ أحمد ما هي المشكلة؟ ما هي مشكلتك؟ لم أفهم ماذا تريد. لا أفهمك. لم أفهم ماذا تريد أخ أحمد. ماذا تريد؟ El tigre. النمر. Los tigres. جمع نمر. نمر. La torre. أشرحنا ما معنى torre. قد شرحنا ما معنى طري بالتوفيق إن شاء الله يوسف بالتوفيق إن شاء الله نعم برج أبراج لا طري لوس طري لاس طري الكورسو الكورسو تشاو الكورسو لوس كورسو هذا اللي شرحها لديه أي استفسار من لديه سؤال فليسأل نحن هنا للتعلم ليس عندنا أي مشكل اسألوا ما شئتم ال ليبرو ال ليبرو لوس ليبروس لوس ليبروس لا توري البرج تشاور برج رياض البرج ليفر ال ليبرو ليفر الكتاب Los libros, el kutub. Books. نعم. ننتقل الآن لشيء آخر.
Las palabras, الكلمات, que terminan, التي تنتهي, en consonante. ايه significa consonante؟ وما هي ما معنى consonante؟ بالضبط من consonante. C'est quoi consonante؟ حروف ساكنة. حرف ساكن. C'est les deux agrégats et essai. أمثلة. أتكلم بصفة عامة. أتكلم بصفة عامة. Ejemplos. أمثلة. El pantalón. El pantalón. Los pantalones. Pantalón. تعرفون ما معنى pantalón؟ طبيعة شي حال. سروال. Pantalón. El corazón. El corazón. Shadow. Corazón espinal. El corazón. El corazón. أمانة. قد شرحنا. القلب. القلب. Cœur. Heart. Los corazones. El árbol. من يقول لي أين شاهدنا أربون؟ الشجرة. أين شاهدنا أربون؟ في أي درس؟ في أي درس؟ قد شاهدناها في درس. أرتيكولوس. سي برافو لك. Los artículos. El árbol. Los artículos definidos. Los árboles. El papel. El papel. Los papeles. ورقة. نعم بابي بابي. كذب كذب الكذب. كذا. ال الري. ال ري الملك. نعم نصرتين. الري. لوس ري. لوس ري اسمه هناك مناسبة في إسبانيا اسمها لوس ريس ماغوش. تعمل يعني كعاشورة عندنا العرب كعاشورة. اسمها لوس ريس ماغوش. يقتنون يعني هدايا للأطفال الصغار ويشترون يعني مشتريات للعائلة خصوصا الأطفال الصغار يوهمونهم بأن هناك يعني ملوك أربعة أو خمسة يأتون في الجمال يعني يأتون بالليل في الجمال ويشترون الشجرة ويضعون أمام الشجرة يعني كل واحد يضع مثلا حذاءه. تكلموا على الصغار يضعون وينامون في تلك الليلة يعني مبكرا. ينامون مبكرا في تلك الليلة وفي الصباح يستيقظون ليرون بماذا أتى الملك الذي يأتي بالليل مع الجمال ويأتي لهم بملابس أو هدايا إلى آخره. هل فهمتم ما قلت؟ لوس ريس ماغوس مناسبة في إسبانيا فقد عشتها. انهم اوكي. لا لي لا لي لا لي لا لوا لا لوا لوا لا لوا لا لي لا لوا. القانون. لا باري لا باري لا باري. حتى لاحظنا باري لقد كومو كانو سابيس كومو كانو سابيس. Acabamos de explicarla, no, nuestro din, la pared. Estás en otro mundo, ok. Wall. Dan, la pared. El color, los colores. Sala. El comedor, comedor, perdón. Dining room. Yeah.
كوميدور. سرير نعم كوميدور، لوغار دي لا كوميدا. هل فهمتم بالنسبة للإخوان الذين يتبعون معنا؟ هل فهموا ما نقول؟ طبعا الكل مفهوم سي كلار، الحمد لله. الكوميدور مكان الأكل، مكان الأكل كوميدور. ما هو فعلها؟ متقدمون، تأتي من فعل الأكل، ذاك أكل، يعني الفعل هو برافو كومير كومير. Los sustantivos terminados en S o X tienen un tratamiento especial. Especial. Si la palabra es aguda con fuerza en la última sílaba, se forma una. Ok. سأشرح لك بسرعة. هناك خمسة أسطر ولكن سأشرح بسرعة. في اللغة الإسبانية هناك كلمات يعني تنتهي تسمى أجودة. ما معنى أجودة؟ مثلا المثال الذي أمامنا ال أنيس، ال أنيس، هناك حركة فوق الإي. إذا أجودة على الحرف قبل الأخير يسمى أجودة. هذا هو الشرح. ال أنيس، قالوا لنا أي كلمة عندها نفس المواصفات أضيف إليها في الجمع أ أس أي أس أي. ال أنيس، ما معنى الأنيس؟ الأنيس الأنيس ال أنيس الأنيس ال أنيس نبحث عليه. إيه؟ لمياء، هل أنت مغربية؟ نعم حليمة. وي كتبتي اللهجة المغربية. نعم اليانسون جلال، نعم جلال اليانسون 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 باللغة العربية يقال له. La conoces, la lo conoces. مثلا في المغرب، لا أظن، الله أعلم، لا أعرف الطبخ، طبخ مثلا الدول الأخرى، لكن في المغرب نطبخ، يعني نعمله في الطبخ، في بداية الأكل، يعني يكون في بداية الوجبة، عند تحضير الوجبة. لا أعرف، لا أعرف، باللغة العربية يسمى كما قالت حليمة ينسون، الله أعلم ماذا تقولون له بالجزائرية، الله أعلم. ال كومباس، ال كومباس، ال كومباس، ما معنى كومباس؟ دي نادا، دي نادا كومباس، استغفر الله. هيا هيا ننهي الدرس. بيرتكار، لا لا لا، ليس الترجمة للفرنسية، لا لا، لو كومبا، لا، البوصلة، برافو برافو، البوصلة البوصلة، برافو. Los compases، برافو. Las palabras que terminan S O X I no son agudas. نعم سوف أشرح لكم بسرعة لا أعقد عليكم الطرح. قالوا لنا هنا يعني
الكلمات التي تنتهي التي عندها نفس التكوين ولكن ليست أجودات، ليست أجودات. سينجولار بلورال اسي بأمثلة، مثلا البيرنيس، البيرنيس أيام، البيرنيس بيرنيس بيرنيس، الكل يعرف بيرنيس، الكل يعرف ما معنى بيرنيس بطبيعة الحال. Los días de la semana son. من سألني في أول الحصة وقال لي ما معنى صون؟ من سألني في أول حصة وقال لي ما معنى صون؟ من سألني في أول حصة وقال لي ما معنى صون؟ ذكرتها الآن. من سألني؟ أنت يا نصر. لا أعرف من سألني. لا ما لا أعلم. لقد نعم البر والثاني وفعل. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Bravo, Ahmed, shukra. Idan, el virus son los días de la semana. Ayan, pues. Shukra, Ahmed. El virus, los virus. La naqulu el viernes, los vierneses. El virus, la naqulu el viruses. تبقى نفسها ال كومبليانيوس كومبليانيوس اي درس، لانها اللغه الاسبانيه يعني طبيعتها ان بيرنس تبقى بيرنس غير الترس الماضي، الترس الماضي. نعم درس. ما هو عنوانه يوم الولادة؟ ما هو عنوان الدرس؟ ماذا يتكلم عن ليليانا؟ عن ليليانا ويتقدم نفسها، ويتقدم نفسها. قال الصوي Hola, me llamo Liliana Rivera López Hernández. Tengo 6 años. Mi cumpleaños es el 17 de mayo. Mi hermano se llama Miguel. Él tiene 12 años y él es mayor que yo. Mi madre se llama, mi madre es la señora Di Rivera. Ok. أين هو سليم؟ أين هو سليم؟ أين هو سليم؟ هل أنت هنا سليم؟ سليم هل أنت هنا؟ ليس معنا. نعم أنت هنا. قد أعطيتني سؤال، الآن سوف أجيبك. مثلا بين الطرق الرائعة التي مثلا أحددها لكي يكون المستوى يعني متقدم، مثلا الحفظ، ليس الحفظ من أجل الحفظ ولكن الفهم من طبيعة الحال. درس عملناه الأسبوع مثلا الجمعة أحفظه مثلا بسرعة، يجب علي حفظه. ليليانا ميديامو ليليانا ريبارا لوبيز هرنانديز تانجو سيسانيو كوفيوز ديزي سيتي دي ماي هرمانو سيديامو ميغيل ميغيل اسما يورجد إلى آخره. إذا هنا أتمكن من اللغة مع الفهم من طبيعة الحال. هذه يعني استراتيجية تقليدية ولكن مجدية. اوكي ال كومبلانيوس مي كومبلانيوس سي 17 دي مايو كومبلانيوس لوس كومبلانيوس تعرفون ما معنى كومبلانيوس. لا كريسيس لاس كريسيس لا كريسيس لاس كريسيس تعرفون ما معناها ايضا. أنا هنا معادة، أزمة، أزمة،
أزمة أو una crisis en el mundo ahora. هناك أزمة اقتصادية في العالم الآن. El biceps. Dos biceps. Biceps. ما معنى biceps؟ El biceps. هذا بالنسبة للإخوان. نعم نصر الدين. بالنسبة للإخوان الذين يحبون العطلات. نعم. Ejemplos. El inglés. Los ingleses. El francés. Los franceses. نضيف. ES. El holandés, los holandeses. Portugués, los portugueses. Japonés, los japoneses. Dual. Las palabras que terminan en Z. Las palabras que terminan en Z. Cambian a C, E, S. بالنسبة للكلمات التي تنتهي ب كامبيان، ما معنى كامبيان؟ ما معنى كامبيان؟ سيلبرب كامبيار يتبدل تتغير. من يعطينا مرادف من الدروس الذي من نفس الدرس. من نفس الدرس هناك مرادف من نفس الدرس. ترانسفورمار نعم صحيح ولكن كونفرتير كون كونفرتير اني كونفرتير كامبيان كامبي نقول الكامبيو الكامبيو تشينج شونج فرق. اوكي لا ماريس لا ماريس لا ماريس معروفة معروفة لنا أنت لابس 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 معروفة أيضا لابس لافوا مرة لاس فيسيس مرات اللابيس لابيس لابيس قلم نعم لابيس وقلم أقلام لابوس لابوس نعم قلم الرصاص نعم قلم الرصاص لابوس الصوت لابوس الصوت الصوت لابوس بوثيس هو voice نعم مضبوط. Algunos sonidos que solo permiten la forma singular. نعم. ما معنى؟ Algunos sustantivos que solo permiten la forma singular. ما معنى؟ Algunos. ما معنى algunos؟ ما معنى algunos؟ But, 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 certain. شكلها مفرد. Algunos معناها بعض. Sustantivos نعرفها que solo permiten la forma singular. نعم. دائما تكون مفرد. دائما تكون الأمثلة ال استي ال وستي ال نورت ال سور ما معنى استي وستي نورت سور ما معنى استي وستي نورت سور شمال استي شرق استي وستي نورت سور غرب شرق شمال جنوب غرب شرق شمال جنوب Este, oeste, norte, sur.
بل لا نقول لوسور، لا نقول لاس اوستي، لا نقول لوس نورتي، لا نقول لاس استي، ال استي ال استي. نعم كان فرنسيا لاس اوستي سيد لاسيت. لاسيت من انا وداز اسمي ايه سينيفيكا لاسيت؟ سيت تانغو سيت تانغو سيت سي 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 دي فيرداد. نعم قلت لاسيت سو الماء تانغو سيت عطش. لا ال كاريس، ال كاريس أجابك نصر الدين يا مرام، قد أجابك نصر الدين. أوغاردي الكاريس، لا أعرف معناه، لا أعرف معناه. لا ده الماء هو أقوى أقوى مرة أقوى. قد أجاب بوش بور فاور، ليس هناك صوت. هذا الصوت واضح. قال كاريس ما معناه؟ سوف أبحث عنه في جوجل. أنا لا أعرف معناه، أنني لا أعرف معناه. طري كاريس يسون طري طري، لا أعرف معناه. كاريس أول مرة أسمع هذه الكلمة يسون طري. اوكي لا سالود، لا سالود، لا سالود شرحناها في الدرس الماضي. لا سونتي الصحة، لا الصحة، لا سونتي، لا سونتي الصحة، لا الصحة. Algunos adjetivos que solo admiten la forma plural. هنا العكس. Las vacaciones دائما جمع. Las gafas دائما جمع، دائما جمع. هناك بعض الكلمات دائما. نعم vacaciones، نعم نعم عطلة. Las gafas كلينات نظارات، النظارات النظارات. Las gafas يمكننا أن نقول الجافا، يمكننا أن نقول الجافا، يمكن أن أقول الفاكاسيون، الفاكاسيون. لا دائما جمع، يعني كاريزما. شكرا أحمد، شكرا شكرا أحمد، شكرا جزيلا. الرسومين، الرسومين، رسومين ما معناه؟ ما معناه؟ رزيمين. نعم ما معناه؟ نعم ملخص، نعم ملخص. بيلون سينجولار بلورال خمتوز آ. نعم وهذا بصفة عامة، يريدون تلخيص ما قلناه بصفة عامة، أنه بصفة عامة قلنا بأن الكلمة التي تنتهي بآ أي أو نضيف إليها اسم. أعطونا مثال قاطو مثلا تنتهي بأو الذي هو قط مجموعة، يعني نضيف اس نضيف اس. وعطونا مثال آخر للكلمات التي تنتهي بكونسونانتي، كونسونانت كونسونانت. مثال نضيف اي اس كابابيل،
كونسونانتي بآل التي هي كونسونانتي، نضيف إليها أي أسي ورق، نعم، وأمثلة أخرى لي ناونز لي سوستانتيفوس التي تنتهي التي اللواتي تنتهي بسيتا، يعني جمعها نقول نعم سمك. برافو أخ أحمد، برافو. بس بس أسماك بس تنتهي بسيتا، يعني جمعها نضيف سيتا إلى سي لا باس لا باس لا باس السين، تقلب سيتا إلى سي اي اسي، وأعطونا في نهاية الدرس أعطونا سوستانتيفوس أمبيغوس، ما معنى أمبيغوس سوستانتيفوس أمبيغوس ما معناه؟ يعني إذا كان هناك ذكاء سوف تعرفون معناها بدون الذهاب إلى جوجل، يعني لاحظنا منذ البداية، يعني لاحظنا جميع الاحتمالات، يعني بقي عندنا احتمال واحد، نعم بصفة عامة نقول مبهم، نعم نقول مبهم أو غامض، ولكن معنى مثلا بصفة، يريدون أن يقولوا بأننا مثلا هي مثلا مار دي المار إتامبيان التمار، يعني نقولها مذكر ومؤنث، لا مار يعني المار، مبهمة عندما يقول لك مثلا بحر، نعم عندما يقول لك شخص مار المار المار، سوف تقول لا، يجب عليك أن تقول لامار لامار، سوف يقول إذا كان متمكنا من اللغة سوف يقول لك حسب موقعها في الجملة، إذا كانت الجملة مؤنثة إذا لامار التمر ألطا ألطا، إذا ألطا مؤنث، إذا التمر، والمار لوحدها مذكر، أسوكار مثلا أسوكار نعم، مثلا كما قال لنا تشاداو لي جون باللغة الفرنسية، يعني مذكر ومؤنث، مجموعة من الكلمات. سي دي سي سي دي سي 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 دي سي سينيور عمير المار إلى مار، podemos decirla en singular en el femenino y el masculino. La azúcar también es masculino. No todos los casos, no todos los casos. Mira, por ejemplo, tenemos ahora un ejemplo, señor Ramed. También decimos azúcar refinada. Si vives en España, vives en España en supermercados, cuando buscas azúcar, vas a encontrar azúcar refinada, pues femenino, señor Ahmed. إذا يمكن أن نقول أسكر مذكر ومؤنث. الصول كالور كالور كالور، ما معنى كالور؟ قد شاهدناها في درس سابق. كالور No, depende de la frase, depende del sentido de la frase, señor Ahmed. La frase en femenino tenemos que cambiarla. Si masculino, se queda masculino. الحرارة، calor، حرارة. يمكننا أن نقول el calor، مثلا el calor del sol. El calor، حرارة الشمس. حرارة الشمس. أو نقول أو también يمكن أن نقول كذلك hace mucha calor. Hace calor، يعني اليوم حارة مفرطة،
Hace mucha calor. Hace mucha calor. Okay, أمثلة أخرى مثلا كانال. Sí, dime. No, no. Mucha, mucha. Decimos también mucha. Mucha. Decimos mucho y mucha, los dos. Los dos. Los dos son correctos. Pues, otros ejemplos, por ejemplo, canal, el canal, la canal, canet, canet, ya, tilde, ¿qué معنى tilde? ¿Qué معنى tilde? ¿Qué معنى tilde? ¿Qué معنى tilde? Acento, bravo, Abhay. نعم أخ أحمد، الحركة التي فوق الحرف، الحركة التي فوق الحرف تيلدي تيلدي. أمثلة مثلا كي تشاهدون كمثال في هذا الطرف. مثلا سولو، مثلا هنا سولو لاب لابيثس، هنا مثلا لابيثس لابيثس مثلا. نعم، لقد راجعنا في هذا الدرس المؤنث والجمع كتكملة لدرس المذكر. راجعنا المؤنث بصفة عامة والجمع بصفة عامة أيضا. انتهى درس اليوم. شكرا للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوكي، نبقى بعد الوقت إن شاء الله. نعم، برنامج رائع روسيتا، أعرف من كتبها ولكن برنامج رائع. آمين يا رب. شكرا جزيلا محمد. أوكي، انتهى الدرس بالنسبة لفريق التسجيل. انتهى الدرس، سوف نبقى لبعض اللحظات لإجابة.